أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ مع الفساد وغلاء الأسعار. ملف الفساد المستشري في وزارة التجارة وخصوصا في البطاقة التموينية، حيث حمل المواطنون وزارة التجارة والمالية المسؤولية عن فقدان مستحقات 6 أشهر كاملة من حقوق المواطنين في البطاقة التموينية، على الرغم من ادعاء الحكومة توفيرها مع بداية كل شهر. النائب في البرلمان الحالي هادي السلامي يبين التلاعب بالحصص التموينية خلال السنة الماضية. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. محلات المواد الغذائية في النجف الأشرف، دلنا هناك السنة 12 شهر، السنة 12 شهر، سنة 2021، سنة 2021 المفروض توزع 12 وجبة اللي تم توزيعها لهنا. خلي الكاميرا لهنا. هذا الشهر الأول، هذا الشهر الثالث، هذا الشهر الخامس، السابع، فقط 6 أشهر وزع. 6 أشهر فقط وزع البطاقة التموينية سنة 2021. بقى 6 أشهر وين راحن؟ يا أما باقهن وزير المالية، يا أما باقهن وزير التجارة، يا أما رئيس الوزراء. ليش؟ لأن أجا وزير المالية بالاستضافة قال إحنا خصصنا مبالغ كبيرة جدا إلى البطاقة التموينية تكفي لدعم الفئات المهمشة، وهذا كذب. فبالتالي هاي الأدلة والبراهين القطع هذا وكل وكلاء العراق. هاي مال 6 أشهر، 1، 2، 3، 4، 5، 6، ما 6 أشهر. 6 أشهر سرقت الحكومة ووزير التجارة ووزير المالية وهاي العصابة الحاكمة. هذا نائب يتحدث عن الفساد في البطاقة التموينية. مع اقتراب شهر رمضان ارتفعت أسعار البضائع من المواد الغذائية في العراق بشكل كبير، مع غياب تام لأي رقابة حكومية على الأسعار، رغم كل المطالبات الشعبية للحد من التلاعب بأسعار السلع الغذائية، وعلى الرغم من إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكثر من مرة الإعاز بالجهات المختصة مراقبة أسعار السلع، إلا أن الأسعار في ارتفاع. نبقى مع ملف ارتفاع الأسعار الغذائية في العراق، حيث وصل لتر زيت الطعام في الأسواق العراقية إلى 4000 دينار، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي في العراق. دعونا نتابع ما قاله أحد المواطنين العراقيين حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مقطع كذلك انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع. هيهات منا الذلة والشعب ساكت كله، هيهات منا الذلة، بطلي زيت ب3.5، هيهات منا الذلة، كيس الطحين ب45,000، طبخة زيت ب1000 دينار، يا فقير ابن الفقير، يا وزارة التجارة، يا حكومتنا الرشيدة، إني أخاطبكم بلسان عربي فصيح، تدرون بالفقرة تطعم الجوع. الجوع لتلك الواد طحين ولا تقول ستوزي ب5000 دينار. يلا ثورة تكتفر هنا، جيب تكتفر بيلا تنتهي ب5000 دينار. اشتغل انا شباب عزال 86 اشتغل ستوزي يا طحين صار ب45,000، الكرتون انت صار ب60,000. وين الجيد الشكر؟ الجيد الشكر هذا، الشكر هذا مال غذائية، مال غذائية 27,000، 25 كيلو. يا سمعتوا الحكي؟ يا حكومتنا صعد النفط، نزل النفط، المطرد والصحن، شو محصل العاقول؟ شو محصل الفقير؟ عندكم غيرة؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. هاي المساكين المجتمع الدمار، الشباب قامت تنتحر. يا مرجعيتنا، يا قادتنا، يا أعضاء البرلمان. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع ملف الفساد في البطاقة التموينية وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية. منهم من علق وقال على منصة فيسبوك محمد، قال الشعب لازم يطلع مظاهرات على الأسعار، يقول حكومة تايهة، لا رقابة ولا قانون، يقول بس حرامية. أما سيد عباس الجابري فيقول الله ينتقم من كل ظالم ظلم الناس الفقرة. مجيد العيساوي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دمروا العراق وأهله، اللي كان يسمى أرض السواد الأعظم
من كثرة الخضار. سيف قال إيه والله برميل النفط راح يتعدى ال 120 دولار، المفروض المواطن يرتاح بهالصعود، مو ينعكس الحكومة متعمدة بانتكاسة الاقتصاد العراقي لأن الزايد بجيوبهم كما يقول. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا ومع ملف التعليم، واقع التعليم في العراق. يشكو أهالي الطلبة من نقص الكوادر التعليمية في بعض المدارس الحكومية وتردي التعليم في هذه المدارس، حيث أصبح التلاميذ في مراحل متقدمة لا يعرفون القراءة ولا الكتابة بسبب الإهمال المتعمد كما يقولون من قبل الحكومات المتعاقبة. في محافظة المثنى أحد أولياء الأمور يتحدث مع إحدى المعلمات في مدرسة بلال الحبشي في قضاء السوير عن سبب خلو المدرسة من الكوادر التعليمية، فلنتابع. السلام عليكم، شلون سك؟ ست بي الساعة هسه بثمانية وثلث هسه، لا مدير مدرسة ولا تدريس، وانا هسه من نس اريد بس امشي لمدير التربية يسوي لنا حل هاي المدرسة. يا ريت، يا ريت رحمة، اكون ممنون من الست. بس هسه انا بس جاي مستشار المحافظ، قلت له هم صورت المدرسة وهم البنات الاستشارة الموجودة، قلت له يرضيك هذا الوضع؟ يعني أنا بنت المنطقة وقلبي يوجعني. الله يسلمك، والله أكون ممنون من نفسك، وأنا أريد بس دعمك وياك. يعني هذا بهسه يا ريت، أنا هسه أشجع. هسه أنا بالنسبة لي منها راح أطلع المدير التربية. هاي المدرسة هسه شوفوها الساعة 8:30، لا مدير مدرسة ولا معلمين ولا تدريس، إحنا بيا ذمة، أرد أعرف بيا ذمة. ذمة مين؟ هاي الأطفال بذمة مين؟ ليش هسه كلهم بالثالث وبالرابع ما يعرفون يقرون؟ ما يقرون. بابا أكو تدريس؟ بابا أحسن، أكو تدريس؟ يومية صارت كم يوم صارت؟ أخذتن بالكتب شيء؟ لا ما أخذتوا أبد، تجون تقعدون بالمدرسة وتمشون؟ هم أكو واحد درسكم أميس أول أميس صار لثلاثة أيام؟ لا ما أكو تدريس. تفاعل العراقيون مع هذا المقطع وحول نقص الكوادر التعليمية والمدارس، كذلك منهم من علق وقال على منصة فيسبوك كهدى أحمد الحمداني، قالت هذا هو العراق بعد الاحتلال وهذه أعمال حكومتنا المصونة، تقول أعمال جبارة رجعتنا لألف سنة كل الدول والمجتمعات في تقدم وتطور، تقول إلى العراق. أما أبو مؤمل فقال المدارس الحكومية صارت مثل المستشفيات، تروح للأهل يعتنون بيك، تروح المستشفى حكومي ما حد يقلبك، يقول هذا واقع حال. أما وسام أحمد الجبوري فيقول التعليم فشل في العراق بسبب الحكومات الفاشلة والفاسدة. محمد عبد الله أحمد يقول يفشلون المدارس الحكومية حتى الناس تأخذ أطفالها إلى المدارس الأهلية، يقول محمد. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا وإلى الواقع الصحي في العراق، تحديدا في محافظة ديالى، حيث وثق أحد المواطنين حال المركز الصحي في ناحية أبي صيدة في المحافظة، قال بأنه يخلو من الكوادر الطبية بشكل يومي بحسب قوله، رغم المناشدات المستمرة لأهالي الناحية لحل هذه المشكلة لكن دون حلول تذكر، كما قال في المقطع. دعونا نتابع هذا المقطع. المستشفى الصحي في أبو صعدة، المستشفى الصحي طبيب ماكو، أنا وصلت أحد الأصدقاء المستشفى بالسيارة، تفاجأت ماكو حد، فقط أو الباصات، طبيبة الأسنان، طبيب ماكو، ما موجود. جاء واحد من أهل أبو صعدة يريد يشد كانونة ما شد دوله، وزعل وعيط وصيح وقلب الدنيا هنا بالمستشفى وما حشد لي كانونة. تالما تالي راح للمضمدين برا وراحوا يتوسلون بي. هاي الساعة حاليا بالتسعة وربع، أكو ساعة هنا ما أدري والله، هاي أنا لا والله استغفر الله، بالعشرة إلا عشرة أيوتها هذا العمودي، هذا العشرة إلا عشرة دنيا الصبح، يعني ما أعرف شو يعني. يا دكتور علي، يا مدير عام صحة ديالى، إحنا نناجلك باسم الإنسانية، هاي مستوصف أبو صعدة
العالم وين تروح؟ يعني ما طبيب ما مشكله، احنا عندنا كادر صحي، عندنا شبابنا ولدنا بناتنا كلهم يداومون بعقوبه وبشهربان، احولهم لبصيده اجيب طبيب لبصيده؟ هاي العالم يعني شنو هاي العالم؟ ليش يا دكتور علي؟ ليش اهتم؟ ماكو حد. هل تهلا بالناس؟ حول هذا المقطع تفاعل عراقيون ومنهم من قال، دعونا نتابع بعض التعليقات. أبو علي يقول بس يأخذوا الرواتب، يقول ماكو علاج، ماكو طبيب، ماكو لعت شكو، عزلوا أحسن حتى ما حد يجي. أما علي فيقول صحيح، هاي الحالة صارت قدام الصبح مع الأسف. أما إيهاب القانوني يقول إيه وربي مستشفى فاشلة. يقول إيهاب طائي القيس يقول نطالب من كل الخيرين والوجهاء من أهل هذه الناحية الوقوف وقفة رجل واحد للمطالبة بإرجاع جميع الحقوق للناحية. نذهب إلى تظاهرات خريجي الكليات والمعاهد الطبية في العراق، حيث تظاهروا أمام مكتب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، وذلك للمطالبة بفتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي للمجموعة الطبية وتعيينهم على ملاك وزارة الصحة. دعونا نتابع تظاهر لأصحاب الشهادات الطبية أمام مجلس الوزراء في بغداد، فلنتابع. وسم الأحد مظاهرات خريجي الصحة غرد خريجو الكليات والمعاهد الطبية كنور، قالت نطالب بفتح استمارة التعيين الخاصة بخريجي الصحة دفعة 2021 المشمولين بقانون 6 لسنة 2000. أما مروان فقال لا للتسويف لا للمماطلة، مجلس الخدمة الاتحادي أنصفنا. تقول زينب أحلام 37 ألف شخص، عائلة 37 ألف شخص، طموح 37 ألف شخص، كلها متوقفة على 300 حرامي. والله حرام عليكم، دمرتوا العراق ودمرتوا مستقبل شبابه. دكتورة بتول غررت وقالت إلى وزارة الصحة العراقية، إلى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، نحن خريجو المجموعة الطبية نطالب بفتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي والمكفولة دستوريا وفق قانون رقم 6 لسنة 2000 الأحد، مظاهرة خريجي الصحة. نذهب إلى أنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على العنصرية التي يمارسها الغرب ضد اللاجئين خلال نزوحهم من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية عليها والتمييز بينهم على أساس لون البشرة والدين. تغطية الإعلام الغربي للحرب في أوكرانيا تفوح بالعنصرية، دعونا نتابع. صاحب العين الزرقاء والشعر الأشقر أن يشقى، فهو لا يشبه العراقيين ولا الأفغان ولا من سوريا أو إفريقيا. بهذه المصطلحات والتعابير يتعاطى الإعلام الغربي مع أزمة اللجوء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. But this isn't a place with all due respect you know like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know this is a relatively civilized relatively European, I have to choose those words carefully too. يبدو أن حملة راية العنصرية الجدد غير حديث عهد بحضارة بلاد الرافدين على امتداد الأزمان. ففي أرض الرافدين كان مهد الحضارة، وفيها كان ابتكار الكتابة والزراعة، فيها ابتكر مفهوم الوقت والهندسة والحساب وتدوين التاريخ، وفيها أسست المدارس وشرعت القوانين. إنها الحرب تكشف عن حقائق ووجوه لم تكن لتراها من قبل. صحفيون وسياسيون وشخصيات غربية
تميط اللثام عن عنصرية مقيتة إثر أزمة نزوح الأوكرانيين من بلادهم فرارا من رحى الحرب الدائرة هناك. Refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians. They're whites. They're. التمييز العنصري لم يقتصر على العرب فحسب، بل طال طلابا أفارقة محاصرين في أوكرانيا أثناء محاولتهم الفرار من مناطق القصف الروسي على أوكرانيا. ولم يشفع للعرب والأفارقة وما يعرف بدول العالم الثالث وفق تصنيفات الغرب تعاطفهم مع أوكرانيا ووقوفهم بالضد من الغزو الروسي لها. When you invade a sovereign nation, that is a war crime against every principle of international law and international order. بوضوح شديد قالتها كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي لبوش الصغير إبان غزو العراق عام 2003، مما أظهر عنصرية واضحة من الغرب تجاه بلدان المنطقة. اهلا بكم من جديد. تفاعل مغردون عرب مع وسم طرد السفير الهندي من الدول الاسلاميه، وذلك بعد تعرض مسلمي الهند لعمليات قتل ممنهجه في ظل فصل عنصري ديني ممنهج بعد الدعوات الصريحه والعلنيه للاباده الجماعيه لمسلمي الهند من قبل السلطات الحاكمه التي تتبنى خطاب الكراهيه علنا لتحقيق مكاسب انتخابية. حذر المغردون من استمرار العنف الموجه ضد مسلمي الهند عبر الجماعات المنظمة التي تدرب وتشجع الشبان على استخدام خطاب الكراهية. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. عبد الرحمن العتيبي قال: لا تشغلكم الحرب الروسية الأوكرانية عما يحدث لإخواننا في الهند والصين من تصفية عرقية وظلم، ونجدد المطالبة بطرد السفير الهندي، الهند تضطهد المسلمات. محمد شلبي قال: زي ما تعاطف العالم كله مع أوكرانيا، نتعاطف مع ناسنا اللي في الهند، طرد السفير الهندي. فهد المالكي يقول: طرد السفير الهندي وطرد الهندوس العاملين في الخليج مطلب شعبي وديني. أما صلاح فقال: هذا الاعتداء السافر على الإسلام والمسلمين إلى أي حد سوف يصل؟ إلى دعاة الحرية. يقول: أليس من حق أي إنسان أن يفعل ما يريد طالما لا تتعارض حريته مع حريتك؟ يتساءل. يقول: إلى من فقدوا عقولهم وصاروا كالأنعام كما يقول، بل هم أضلوا سبيلا. يقول: قاتلكم الله، طردوا السفير الهندي. نذهب إلى القصص المنوعة. لقب بالمدافع الأزلي عن فلسطين نائب إيرلندي ينتقد ازدواجية المعايير الغربية. دعونا نتابع ما قاله النائب ريتشارد بويت. فلنتابع. Frankly, I'm one of the people who thinks you should be expelled from this country, and I believe that that's nothing to do with you personally. It's to do with the policies of your state, and I think, along with Desmond Tutu, that the time for treating you as a normal state is over, because you're not behaving as a normal state. نذهب إلى موضوع آخر.
التحقت المملكة العربية السعودية بركب دول الخليج في رفع قيود كورونا، إذ أعلنت عن إنهاء التباعد في المسجدين الحرام والمدينة المنورة. البقية مع تقرير الخليج أونلاين، فلنتابع. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.